الحقيقة إن الرجالة كمان بتفرق معهم جدا وجود الأم وعدم وجود الأم. والحقيقة كمان إن التليفون اللي جاي أنا عارفة ممكن يكون صعب على الشخصية اللي أنا هستقبلها، وأنا بشكره إنه هو النهاردة معايا في المداخلة دي، وأتمنى إنه من تليفونه ومن الكلام اللي هيقوله ناس كتير جدا تقدر النعمة والقيمة والبركة اللي موجودة في البيت، ما يزعقش فيها، ما يتطولش عليها، ما يشوحش، ما يحسسهاش كده إن يعني أنت ولا حاجة في حياتي، لأنه الندم بعد كده بيبقى وحش قوي. هو أنا شفته وهي موجودة في حياته، وشفته بعد كده وهي مش موجودة في حياته. معايا أحمد عز، يا نجم. ازيك يا مريم؟ ازيك يا أحمد؟ عاملة ايه؟ أخبارك أنت ايه؟ طمني عليك. ما شاء الله البرنامج في تألق دايما، ودايما منورة كده، ومن نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليك يا رب. وأنا النهاردة بتكلم مع أحمد، الإنسان اللي ناس كتير جدا تبقى مش عارفة تفاصيل حياته، بس القريبين منك عارفين إن أنت دايما بتكرر إنه بعد والدتك حياتك اختلفت تماما. فأنا عايزة بقى من تجربتك أنت الشخصية إنك توعي ناس كتير جدا إن هم ياخدوا بالهم إزاي. بصي، اولا طبعا كل سنه وكل ام طيبه وصحه وسعاده ودايما في احسن الاحوال يا رب، وفرحانين باولادهم يا رب. ده اللي انا بتمناه دايما لكل ام. انا بالنسبه لي النجاح اللي انا فيه ده وكرم ربنا وحب الناس ده امي وما فيش شك مليون في الميه. اللي انا وصلت له ده دعاها. الخير اللي بيجي لي ده كرم من عند ربنا بسببها هي. ما فيش شك طبعا ان هي الواحد بعد امه بيحس كان الغطاء اتشال من عليه، بيبقى عريان. فغير كده انما الحمد لله احنا بنرضى، والحمد لله احنا ما قصرناش مع اتمنى ان انا ما كنتش قصرت معاها ابدا، لا هي ولا ابويا الله يرحمهم يا رب. وعايز انصح كل واحد عنده ابوه وامه عايشين يستغل ده، لانه ما هو ده بقى اللي انا عايزاه من تليفونك انت تحديدا يا احمد. هو ده الحمايه والله العظيم، يعني هي دي الحمايه بتاعت البني ادم. للاسف يا مريم احنا في الفتره الاخيره دي احنا عندنا ازمه اخلاق، عندنا ازمه تشهير، عندنا حاجات كتيره جدا في المجتمع ظهرت شويه اخلاق عايزه بس شويه ضبط كده. ممكن نستحمل ده مع البني ادمين العاديين، بس مع الـ مع الـ مع الام ومع الاب لا، الوضع مختلف تماما. لازم يبقى المعامله معاهم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، لان هم دول لو يفهموا هو ده اللي هيعيش حياته من بعدهم. صح. هو ده الكرم اللي هيجي له، هو ده النجاح، هو ده اللي قاعد له، هو ده الكريدت اللي قاعد له لما لا قدر الله تقع في مشكله، هو ده اللي هينجيكي. صح صح. احمد انا عايزه بس ارجع كده حاجه بسيطه جدا، انتوا ثلاث رجاله ما فيش بنوته في النص، الحنيه كان اخبارها ايه؟ هي كانت يعني بعد انت ما بقيت نجم كانت برضو بتاخد بالها منك، تحضر لك حاجتك واكلك وشربك ودلعك وكل طبعاً حاجه؟ طبعا والله انا امي دي مش يعني ما فيش زيها في الدنيا خالص والله العظيم. امي وابويا ربنا يعني تربيه، اتمنى ان انا لو ربنا رزقني باولاد ان انا اربيهم كده يعني، او ربع كما هم ربوني، لما هي ربونا كويس جدا جدا. الله يرحمهم يا رب ويجعلنا دايما كده. انت عارف البني ادم بعد لما بيموت ملوش غير عند ابنه غير الدعاء او العمل الصالح اللي هو كان عامله، او اللي انا بقدر اعمله دايما ان انا ادعي لهم، ويا رب اقدر اوفي ربع اللي هم عملوه معايا في حياتهم يا رب. وانا متاكده ان هي تكون فرحانه بيكم انتوا الثلاثه، ومش عايزه اطول عليك في تليفون اكتر من كده عشان هو الموضوع مؤلم. انا عارفه، انا اعرفك طبعا معرفه شخصيه، واعرف والدك راجل العظيم ووالدتك كمان، وسلامي ليهم وكل سنه دايما وهم طيبين. انت كده اشتريت اكله فجاه كده، انت كده اشتريت وجبه، انت فاهم. وفرحانين بيكي دايما وبنجاحك يا مريم. ربنا يخليك يا احمد وبالتوفيق وبشكرك. وانا عارفه ان التليفون صعب عليك، بس كان لازم نعمل. لا خالص، انا بصي انا راجل زي ما بقولها دايما كده، بقول انا مرضي والله الحمد لله. يا رب دايما حاجه بتحصل في الدنيا دي غير لما يكون ربنا كاتبها يا رب دايما. ما بزعلش قوي وما بفرحش قوي، انما بعد الام والاب مفيش زعل خلاص، يعني الزعل بيبقى شبه الزعل والفرحه بتبقى شبه الفرح، لان دول اغلى حاجه في الدنيا والله. ربنا يعني عارف لما تحس انه مستنيين يخيب ظننا ونلاقي فرحه كبيره ونلاقي نجاح اكبر ونلاقي حاجه تكون فعلا نرجع تاني ندعي لهم ونقول لهم كتر خيركم. ده برضو طول ما ربنا راضي وفي حب ناس الحمد لله، انا مش عايز اكتر من كده. ربنا معاك، تحصل بعد كده مش مهم، ومستنيينك تكسر الدنيا في اعمال جديده جايه. وميرسي جدا جدا انك كنت معايا النهارده في البرنامج يا احمد. كل سنه وانت طيبه ودايما ناجحه ومتالقه. اشكرك يا صديقي. ميرسي يا حبيبي. باي باي.